مدخل البناية من هنا، وعندنا مصعدين في كل بناية. احنا وصلنا دور العاشر زي ما قلنا، عندنا أسانسيرين في البناية، وفي كل دور ثلاث شقق. عندنا شقة اليسار وشقة هنا أمامية، وعندنا شقة جانبية. نبدأ نصور الشقة هذه. شقة أربع غرف صالة، مساحتها 210 متر مربع، شقة رقم 29. أول ما نخش الشقة، ما شاء الله تبارك الله، شقة جدا رائعة. عندنا هنا المدخل، نقدر نبيعها بالأثاث من غير أثاث. الأرضيات ما شاء الله سيراميك فاخر، نوعية جيدة للدرجة الأولى زي ما تشايفين. عندنا ديكورات سقفية وإنارات LED. الإنارات هذه نقدر نغيرها إلى 7 ألوان. عندنا هنا في اليسار دورة مياه أولى، وانتم الكرامة، دورة مياه أولى. مقابلنا هنا الصالة، ما شاء الله تبارك الله، الصالة مساحتها كبيرة وشرحة، وأيضا الشقة كلها ما شاء الله تبارك الله إنارات LED مخفية وسبوت لايت. الأجهزة كلها مخفية. الأرضيات باركي ذات درجة أولى. عندنا الصبغ، صاحب الشقة ما شاء الله مهتم جدا بالديكورات، الصبغ إيطالي ما شاء الله تبارك الله. طاولة الأكل، عندنا البوفيه. عندنا المنطقة هذه منطقة سفرة نقدر نحطها، ما شاء الله هو سوى كديكور ثاني، ما شاء الله إنسان ذويق جدا ما شاء الله تبارك الله. عندنا مخرج للبلكونة من الصالة، محطوط فيها طقم كنب فاخر. وعندنا الإطلالة، إطلالة جدا رائعة على البحر، بس اليوم الأجواء ضبابية. عندنا المنطقة دي كل إطلالة على البحر. نشوف توزيع باقي الغرف. نجي هنا على المطبخ، وطلالة المطبخ أيضا على البحر، منطقة كاشوستا منطقة رائعة جدا. عندنا المخرج هذا أيضا نقدر نستخدمه كمخرج على الصالة من جهة المطبخ. صاحب الشقة ما شاء الله تبارك الله كل الحاجات سواها بنفسه. عندنا الباب هذا كان برضو من ذوقه أن يسويها. نجي هنا على الغرفة الأولى، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله، جميع الغرف لها ديكورات سقفية وإنارة LED. نطلع من الغرفة الأولى، نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتم الكرامة. عندنا هنا المروش، هذه المغسلة، هنا الكلوزت، ما شاء الله تبارك الله مهتم حتى بنظام الشطافات. مقابل الحمام الرئيسي عندنا الغرفة الثانية، محطوط فيها هنا دولاب وسرير، وطلالتها أيضا على البحر. إطلالة الشقة ما شاء الله تبارك الله كلها مطلة على البحر. عندنا هذا الدولاب أيضا في الغرفة الثانية. نجي هنا على الغرفة الثالثة، مستخدمين الغرفة الثالثة كغرفة ملابس دريسنج روم، ما شاء الله مفصل فيها دواليب رائعة جدا. عندنا هنا كتسريحة، شيء راقي جدا ما شاء الله تبارك الله.
وأخيرا نجي على غرفة النوم الرئيسية. مساحة غرفة النوم الرئيسية ما شاء الله تبارك الله مساحتها كبيرة وشرحة ما شاء الله. هذا السرير وده هنا التسريحة، في بلكونة خلفية، بلكونة صغيرة خلفية تابعة لغرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على المجمع من الخلف وعلى الطبيعة. حطينا ما شاء الله تبارك الله حمام خاص فيها مع مروش، حمام متكامل وتكرمه، وكلوزت مغسلة، وأيضا مركب فيها شطافات، منطقة كشف.